السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أن نكون هنا يعني أن نكون أصحاب فكر يبحث عن التنمية والتطور، لأن التطور هو سنة كونية بدءا من مراحل الخلق الأولى التي أبدع الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان فخلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى كل مراحل التكوين الإنساني الذي يمر على مراحل زمنية مختلفة. التطور حياة، والتطور أسلوب فكر، لأنه من أراد أن يعيش إنسانيته لابد أن يعيش التطور في كل مرحلة ولحظة من مراحل حياته ولحظاته. مغبون من تساوى يوماه. إذا كان يومك هذا كأمسك فأنت مغبون، عليك أن تشعر دوما بأنك تتجدد وأنك تعطي شيئاً جديداً تبدعه وتنتجه في اليوم في اللحظة التي تحياها. والتطور إذا كان بمعنى التنمية فإنه ينبغي أن ينقسم إلى معاني، إلى دلالات كثيرة. هل المراد بالتطور والتطور الروحي، التنمية الروحية؟ لأننا نزعم أن قيمة الإنسان في روحه لا في مادته، قيمة الإنسان فيما يحترم إنسانيته ويحترم علاقته بالله وبالناس. الدين هو المعاملة، الدين هو الحب. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وهل الدين إلا الحب؟ الدين هو الحب والحب هو الدين. وهنا نشترك في هذه الرسالة، رسالة المحبة مع المسيحية، رسالة الرحمة والتسامح مع المسيحية، لأن الأديان كلها إذا كانت من عند الله فإنها لابد أن تأمر بالخير والعدل والإحسان والحق والجمال. ولا بد أن نحدد إذا كان التطور هو التطور الاقتصادي المالي فإنه يحتاج إلى تحقيق وتمحيص وتدقيق لما يتجه المجتمع الشرقي، مجتمع الشرق الأوسط، نحو الجمود إن لم نقل نحو التخلف والتقهقر، في موازاة مجتمع غربي يسبقنا أشواطا وسنوات طويلة مديدة في حضارته، في تنميته الاقتصادية المالية المدنية أو المدنية. وهذا كله يحتاج إلى نقاش، لأنه لا يصلح أن نقول هل يشكل الدين عائقا أمام التطور في المجتمع الشرقي أو المجتمع الشرق أوسط، لنرجم الله بحجارتنا في حين أننا نخجل ونخاف ونخشى
أن نرجم أنانياتنا وأنفسنا في تقصيرنا في قلة ديننا، وكذلك أن نرجم حكامنا وساستنا الذين هم أساس تخلفنا. متى كان الله عائقا في أن تبدع في علمك؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، وفي بعض الكلمات أطلب العلم ولو في الصين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تعلم وارقى حتى في الآخرة في منازل الجنة. العالم يرقى ويرتفع ويسمو بعلمه عند الله. متى كان الله حاجزا وعائقا أمام العمل؟ أن تعيش جدلية العلم والعمل، أن يصدق عملك قولك، ليكون عملك صورة عن قولك. متى كان الله حاجزا في أن تعمل؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. الكاد على عياله كالمتشحط بدمه في سبيل الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. اعمل، عليك أن تنتج، أن تبدع، أن تطور. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. القوي في ماله، القوي في نتاجه الفكري، القوي في صحته، القوي في كل شيء. أن تطور نفسك لتبدع، لتنتج. ثم متى كان الله مانعا ورادعا وحاجزا في إقامة العدالة الاجتماعية بين الناس؟ هذا الثلاثي، هذه الجدلية بين المحاور الثلاث، بين المحاور الثلاث: العلم والعمل والعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية أيها الإخوة والأخوات التي تعني صفة من صفات الله وهو العادل. العدل أصل من أصول الدين عندنا، وترجع إليه كل الأصول الأخرى، كل الأصول الأخرى. العدل أن تضع الشيء في موضعه. العدل أن تعطي كل ذي حق حقه. العدل أن تشعر بإنسانية الآخر. ورد عن علي عليه السلام: اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحبه لنفسك، واكره له ما تكره له. العادل هو الذي يطبق كل العدالة الاجتماعية، الاقتصادية، المالية، الأمنية، السياسية، العسكرية على نفسه كما يطبقها على الآخرين. لا يرضى أن يبيت شبعانا وجاره جائع. ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. ما متع غني، ما جاع فقير إلا بما متع به غني. وفتشوا عن كل هذا التأخر، وعن كل هذا التخلف، وعن كل هذا التقهقر في مجتمعاتنا الشرقية، في الشرق الأوسط عموما. فتشوا عن العدالة الاجتماعية. ليست المشكلة أن نتعلم، إن أبواب الجامعات مفتوحة. وليست المشكلة في بعض الجوانب أن نعمل، لأن البعض قد يجد عملا. ولكن فتش، هل تجد حاكما، رئيسا، زعيما، ملكا، أميرا يسوس رعيته ليعطيها، لينصفها من نفسه كما يسوس المقربين، كما يسوس الحواشي؟ أخالوا أن عنوان هذه الحلقة أو هذا الحوار هو التطور الاقتصادي وليس التطور الروحي، لأننا في الشرق
بدنا نخشى أن يصبح الدين وفرق الدين عند بعض المتدينين للدين في عنوانه الرحب، فرق بين الدين وبين المتدينين. الدين لا يمكن أن يأمر بالظلم، بالقتل، بسفك الدماء، دين الله. أما بعض المتدينين الذين هم عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، هؤلاء ابحثوا عن المشاكل، عن الظلم، عن التقهقر لديهم. أختم أنه مادام أن بوش وكوندوليزا رايس تبشرنا بأنهم أو بأنهما دعما، أمريكا دعمت الدكتاتوريات في الشرق الأوسط لما يزيد عن 60 سنة، فمن الطبيعي أن هذه 60 سنة قد ضاعت من أعمارنا ومن أعمار أولادنا ومجتمعاتنا. غيروا أساسة والقادة والزعماء والملوك والأمراء فإن قضايانا سوف تنحل، وسوف نشعر ببحبوحة وراحة وازدهار. ليس الدين هو المشكلة، بل الناس في زنازينها الضيقة وفي شهواتها وغرائزها في طمعها هو المشكلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نستفيد من هذا التثاقب الفكري، إنه سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين.